تنتعل زلاجاتها لتبدأ حكايتها الرياضية مع صالات الجليد، وتكشف عن تناغم الإيقاعات الموسيقية مع رياضة التزلج. هي بطلة التزلج الإماراتية زهرة لاري التي وضعت بصمتها بقوة في عالم التزلج، وبرزت في ميادين الرياضة على أنها متزلجة فنية بموهبة واعدة، استطاعت أن تمثل الإمارات على المستوى الدولي وتسجل اسمها كأول متزلجة إماراتية تنافس في البطولات الدولية. هالرياضة إن في الخليج ما حد يمارسها وايد، يعني عندنا يعني بنات يسوونها بس مو بوايد، أظني لأن نحن في دولة صحراوية يعني، وهالرياضة إنها ثلج، فإن أحس إن لازم ناس يعني يشاركون في هالرياضة، أو إن مو بس هالرياضة أي رياضة ثانية، فإن يعني أشجع الإماراتيين يعني يشاركون في رياضة وإن يحصلون شيء يحبونه ويمارسون هالشيء. نتيجة لإمكاناتها الباهرة وعروضها المميزة وأدائها الساحر في التزلج الاستعراضي على الجليد، نالت لاري إعجاباً كبيراً وأصداء واسعة خلال مشاركاتها الأخيرة في البطولات الدولية. وخلال الفترة المقبلة ستخوض زهرة معسكراً تدريبياً مكثفاً في الدوحة تمهيداً لمشاركتها العالمية الثانية على التوالي في كأس أوروبا للتزلج الاستعراضي على الجليد، والتي ستقام في إيطاليا. أنا توني رد يعني رحت كوريا، كان عندي تدريب هناك، وتوني رد من هنغاريا، كان عندي مسابقة هناك وطلعت المركز الأول في واحد من الكاتيجوريز، فيعني وايد فرحانة عشان طلعت المركز الأول، وإن شاء الله الشهر الجاي بسير إيطاليا في الأوروبيات كأس أوروبية، يعني إن شاء الله أسوي زين فيه، بس حلمي أنا أن أسير الأولمبياد 2018 إن شاء الله، يعني لو مستعدة. لا عقبات أمام تحقيق حلم زهرة بأن تكون متزلجة عالمية، هذا هو حلم هذه الرياضية الإماراتية التي تطمح أن تحلق بحلمها في الفترة القادمة لترفع علم بلادها في المحافل الدولية. من أبوظبي علي الكبيسي، اليوم على الحرة.